ودائما عند المؤمن غدا أفضل. ليه؟ ليس لأن عندي حول وقوة، لا، لأن الحول والقوة بيد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة يا أخي. تفتح الجنة فكيف لا تفتح الهم الذي سكن في صدرك؟ اعرف الله جل وعلا، قل يا حي يا قيوم، يا سميع يا بصير، يا صبور يا شكور، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يا ربي أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، وأنت تستشعر أنه هو الله الواحد الأحد الصمد، الذي تصمد إليه الخلائق، التي تفزع إليه الخلائق، الذي يجيب المضطر إذا دعاه. وتأمل بعد ذلك، اعرف بأن الله إذا فتح لك باب الدعاء، لأن اللي يكثر الدعاء يعرف الله، يعرف طرق الباب، فوالله ما فتح لك باب الدعاء إلا إنه يعدك بأن يفتح لك باب الإجابة. والله إذا أعطاك بلا حد. والأنبياء عندما اضطروا، اقرأ سورة الأنبياء، ذنون وزكريا وأيوب. أيوب كان يريد العافية في بدنه، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فقط، لا، قال الله في الآية: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. الله عظيم كريم، ما يعطيك فقط حد ما تريد. ولذلك صدق شيخ الإسلام وغيره الذين قالوا: المشكلة في قلوبنا أن بها شعث وفيها هموم وتشعبت، ومن جعل الهم همًا واحدًا هم الآخرة أعطاه الله الدنيا والآخرة. وفي القلوب شعث لا يلمه ولا يجمعه ولا يسكن القلب هذا المتقلب إلا معرفة الله، إلا عبادة الله. وعلى معرفتك لله، لماذا في الكروب وفي الهموم؟ رجل راكب بجوار رجل في الطائرة، وقالوا له: الآن توقف أحد محركات الطائرة وابتدأت الطائرة تتأرجح، وهو عاقد أنامله متبسم ويسبح، وهذا يبكي، وهذه انصرعت، وهذا أغمي عليه. فلما وصلت الطائرة سأل اللي بجواره، قال له: يا شيخ، وش الهدوء الذي في نفسك؟ قال: حتى لو سقط، لو أني ضجرت لا تقع، يعني لو أني زعلت وصرخت وولت كما تولولون، هل ستقف الطائرة ويشتغل يشتغل محركها؟ قال: لا، لكن يا شيخ الموت. قال: أن أقبل على الله وأنا أحب لقاءه خير من أن أقبل عليه وأنا أكره لقاءه. النفوس المطمئنة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أولئك الذين يحبون لقاءه لأنهم يعرفونه، أولئك ما غير مستوحشين. تلقى الدنيا كلها ضجر وتعب، آباءنا وأجدادنا ما كان عندهم أطباء ولا رقاة، حتى الرقاة ما يعرف في الزمن القديم راقي. إمام المسجد إذا مريض إنسان، طفل أو امرأة، نفث في ماء أو زيت، لكن المجموعة، مجموع المجتمع، فيه طمأنينة وفيه سكينة وفيه توحيد، وعندهم توكل وعندهم إنابة، والحمد في ألسنتهم والتسبيح على عدد أنفاسهم. لماذا؟ عندهم علم أكثر من علمنا، درسنا جامعات، ماجستير، دكتوراه، وإذا قيل له صار على عيالك حادث انصرع على طول، أو أنه فقد عقله فترة، أو أنه يأخذ ما بقي من عمره مهدئات، أو أنه راح مالك، قطعت قدمك، بعضنا يطلع من الطبيب لأنه قال عندك كوليسترول وضغط وسكر، يطلع مهموم يقعد سنتين منعزل عن الناس مهموم. يا أخي، هذا المرض الذي أتاك هو بوابة لتكفير سيئاتك، ومحطة لتنقية ذنوبك وآثامك، وإنما هي حتى تلقى الله، وليس عليك ذنب وخطيئة، فافرح واحمد الله. فالذي أعطى هو الذي أخذ، اللي أعطى هو الذي أخذ. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أين هذا التوحيد وأين هذا التسليم؟